محصول. تمام، ايه مشكلتك يا وليد؟ انت ايه اللي تعبك او كده؟ ودني مغصبة على كمية كبيرة من عصب الجسم. تمام، يعني ايه الالم اللي بيجي لك او كده؟ شكة جوه، ما حاجة بتمشي جوه الودن. أحط إيدي من جوه بأي حاجة رفيعة، أحس إن في حاجة، أحس إن في حاجة ماشية جوه. طب أجيب حاجة وأمسكها تشبك، وعاملة تجاذب زي المغناطيس. لو عرفت تتملك منها وتيجي تشدها تهز أعصاب جسمك كله. يعني التعب ده شفت بيجي لك من الميتة؟ التعب ده بيجي لك من امتى لامتى مثلا؟ من امتى لامتى؟ لا هو جاي مش من امتى لامتى، اول ما مسكت سبت بتفرط منه غصب عنك. على طول، سبت لانها ايه؟ متعلقه بعصب. اول ما مسك اجي انا اتمكن منها ما ينفعش، ينفع نضرب نفسي؟ ما ينفعش. مسك بضحك على نفسي وهي عصب الجسم بتاعي. حاجة لفة علي زي أوتار، جت لفة وعقد على حتة تانية وماشية بقى في التجويفة كده.